عملية التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما نسير نتابع الشاهنية الأخرى لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تتواجد في ثاني المراكز مع المضمر عبد الله بن سالم المسافري. أما المركز الثالث وصلت الآن الوارية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يحتل المركز الثالث بينما في عملية تضمير الوارية السعيد بن عبيد بن مروشد. والمركز الرابع الانتقالة إلى مراحب من تحتل المركز الرابع التابع لإمبراطورية هجن العاصفة والمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس نسير مشاهدين الأعزاء إلى الشاهينية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، من يحتل خامس المراكز. بينما في التضمير السيف بن احمد بن خريده، والمركز السادس النقله التاليه على اسم جديد، وهذه جباره اللي تصل على المركز السادس تعود ملكيته لهجن الرئاسه. بينما في عمليه التضمير صالح بن سعيد بالعري المري المركز السابع، وصلت الشاهينيه او نشوه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هذه تحتل المركز السابع. عملية التضمير مطر بن سيف بن لاحد الهاجري والمركز السابع أو المركز الثامن، تدخل الآن من قبل بن صوغان لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. عملية التضمير لدى أحمد بن عبد الله، يحتل المركز الثامن المركز التاسع والمركز العاشر، هنا هيهات وكذلك سلهودة والتابعات لجنة العاصفة. والتضمير لدى حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء إذن أيها الحول الكريم اللي بدأت تنضم الى القائمه الاولى في لقاء هذا الشوط، في لقاء هذا الشوط. اذا الكل بدا يعني في موقعه وين من خلال الصداره ومن خلال التحدي. الكاميرات تتجول بين هذه الابكار المشاركه، ونحن نعود الى القياده، نعود الى قياده هذا الشوط. والمركز الاول ما شاء الله، هناك شواهين من تتواجد على قائمه هذا الشوط، شواهين لهجن العاصفه تتربع على عرش الشوط. بينما بمعيه شواهين مراحب تصل كذلك من فرق الاسناد لهجن العاصفه في تضمير حمد بن راشد بن غدير، ياتي في قمه الشوط مشاهدينا الاعزاء. والتنافس الجميل اللي شاهدناه من البدايه في بدايه اشواطنا المسائيه لهذا اليوم دليل على مشاركه هجن العاصفه باسمائها العملاقه. المركز الثالث نصل الى الواريه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد في المركز الثالث مع المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. والمركز الرابع تقدمت الان الشاهينيه لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعه المكتوم، يحتل المركز الرابع في عمليه التضمير سيف بن احمد بن خريده مشاهدينا الاعزاء. والمركز الخامس تقدمت جباره لهجن الرئاسه في هذه اللحظات مع المضمر صالح بن سعيد بن العري المري، يتواجد ايها الحبل الكريم وينطلق في مساء هذا اليوم هذا الشعار بوجود هذه الاسماء. المركز السادس نقله الى وجود بن صوغان، ولكن هذه اللي غيرت الشاهينيه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي الذي اطلق العنان لوجود الشاهينيه على المركز السادس. المركز السابع لهجن العاصفه تواجدت سلهوده، والمركز الثامن كذلك هيهات، بينما المضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز التاسع من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء، نشوف المركز التاسع، المركز التاسع الكايدة لسمو الشيخ سعود بن راشد المعلى، عملية التضمير لدى سالم بن خلمان بالشاوي الغفلي. والمركز العاشر تقدمت الآن سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وعملية التضمير لدى مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. هذه النتيجة حتى الآن أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، ولا زال الشوط يسير حتى اللحظة بهدوء تام، بهدوء تام، بهدوء مع هذه الأسماء، ولكن لا هدوء، لا هدوء مع العاصفة. الكل يعمل مشاهدين الأعزاء ليسابق الناموس، ليسابق الناموس، لكن هجن العاصفة هي من تبحث بطريقتها المفضلة دائما عن هذه النوعية. لكن هناك الانطلاقة ما شاء الله تبارك الله، بين شواهين ومراحب هجن العاصفة. إذن على مقدمة الشوط حوار ثنائي بين هجن العاصفة، بين هذا الشعار من لمن الأفضلية، بينما التقدم مشاهدين الكرام ياتي في الامتار الاخيره. نشوف المركز الثالث، هناك متابعه من الواريه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في المركز الثالث، عمليه التضمير لدى سعيد بن عبيد بن مروشد، لكن وصول من الشاهينيه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم.
المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي انضمام هيهات الآن وصلت واحتلت المركز الخامس لهجن العاصفة أيضا منها حمد بن راشد بن غدير. هذه الخماسية إذا المشاهدين الأعزاء، لكن نعود إلى الثنائي، نعود إلى الثنائية المميزة، الثنائية الجميلة على مقدمة الشوط. ومراحب شواهين، شواهين ومراحب مشاهدين الكرام في قائمة الشوط من البداية حتى اللحظة. شواهين هي من تتقدم، شواهين من تتربع بقوتها وجبروتها وأسمائها، لكنها ما شاء الله تبارك الله انطلاقة وتحدي ومشاركة من شواهين وسلودة. شواهين شواهين على القمة بمرافقة كذلك مراحب، انطلاق ثنائي والمساندة الثالثة تصل مع وجود هيهات لهجن العاصفة. لكن الحوار الثنائي مشاهدينا الأعزاء يشهد قوة هذا الشعار والأداء المميز اللي تقدمه هجن العاصفة في كل انطلاقاتها من خلال تواجدها في الأشواط المهمة الحساسة. انطلقت هجن العاصفة وانطلقت مراحب لتهدي الناموس لهجن العاصفة للمرة الخامسة على التوالي في مساء هذا اليوم. إنه عشق العاصفة، إنه الشعار الملكي مشاهدين الأعزاء. ثانينا والناموس، هذه مراحب وشواهين المركز الثالث، كذلك هيهات لهجن العاصفة. بينما المركز الرابع لسمو الشيخ سعود بن راشد المعلى وصلت الكايدة، والمركز الخامس تصل الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء انتهى هذا الشوط من خلال هذه اللحظات الأولى، ولكن نهاية هذا الشوط كانت بالفعل مع هجن العاصفة التي استحقت أن تكون دائما في الطليعة وفي قمة الأشواط الحساسة والمهمة. هنا لحظات وصول مراحب بسبع دقائق 58 ثانية، ثمان أجزاء من الثاني هجن العاصفة. المركز الثاني كذلك وجود شواهين من هجن العاصفة في ثاني المراكز بسبع دقائق 59 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا كذلك الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الرابع الثالث كانت هيهات من هجن العاصفة تصل لتحلق بهذا الشوط بثمان دقائق ثانية واحدة وجزئين من الثانية. كانت هذه النتيجة أيها الحول الكريم حاضرة في أشواط هذه الفترة المسائية حتى الآن مع هجن العاصفة بتقديم هذه الأسماء المميزة والأسماء الغنية عن التعريف لكل الأخوة المشاهدين والمتابعين خلف شاشة دبي ريسينج وكل من يتابع هذه الأسماء المهمة والأسماء العملاقة. أكيد يتحف في هذه المشاهدة المستمرة والمشاهدة الشيقة واندماج كذلك مع الأسماء والمعروف منها خاصة مع السلالات المحلية الأصيلة والمهجنة.